كيف تقيم هذا التطور التدريجي في استهدافات العمق الإسرائيلي، خاصة أنه يترافق أيضا مع محاولات لاختراق مسيرات من جنوب لبنان؟ صباح الخير لك ست غنوة وللمشاهدين. يعني هذا تأكيد مجدد، تأكيد يومي يسعى حزب الله والمقاومة على مواصلته بأن القدرة الصاروخية والقدرة على استهداف الداخل الإسرائيلي هي حالة مستمرة ولن تتوقف، ولن يكون بمقدور الجيش الإسرائيلي بكل ما يملك من قوى هجومية ودفاعية، سواء من خلال طائراته التي تجوب السماء اللبنانية لتبحث عن منصات الإطلاق وتدمرها، أو من خلال منظوماته الدفاعية العاملة على امتداد مساحة الكيان الإسرائيلي. رغم كل هذا الأداء الدفاعي في الجيش الإسرائيلي الذي يسمى جيش الدفاع الإسرائيلي، الصواريخ لا تزال تصل إلى أعماق بعيدة جنوب تل أبيب كما تفضلتي، وهذا المعطى الذي يجب يعني يؤكد حزب الله على أنه معطى ثابت ومتجدد مع كل يوم، هو الذي يعطي لهذا الميدان توازنه في هذه المواجهة بشكل عام. أما بالنسبة للتأثير فطبعا، أو للهجوم على يعني شمال تل أبيب أو على جنوب تل أبيب كما تفضلت، فطبعا نحن يعني أنا أعتقد أن بناء لما حصل في بيروت بالأمس وهذا الهجوم على بيروت، هذا الاعتداء والتدمير على قلب بيروت، لابد وانطلاقا من القاعدة التي أكد عليها سماحة الشيخ نعيم قاسم، لابد من استهداف تل أبيب العاصمة لكي يحافظ ويكرس هذه المعادلة التي أكد عليها، وهي معادلة تل أبيب مقابل بيروت. استهداف بيروت يعني استهداف تل أبيب، وبالتالي نحن نتوقع أن يكون هناك استهداف لتل أبيب في الساعات أو ربما الأيام القادمة. وماذا أيضا يعني نترقب عميد حسن في هذه الاشتباكات المحتدمة تحديدا في القطاع الغربي عند البياضة وفي القطاع الشرقي عند بلدة لخيام؟ ما الذي سيقول عن هذه المعارك هناك؟ يعني بعد 5 أو 6 أيام من القتال المحتدم ومن استنفار واستخدام الطاقة القصوى من الجيش الإسرائيلي من قدراته الجوية والبرية والمدفعية والطائرات، طبعا كل هذا ربما أدى إلى تحقيق بعض التقدم في أحياء أو تقدم يعني ملحوظ طبعا في بلدة لخيام، والآن ربما يدور القتال أعتقد في القسم الشمالي من البلدة بعد أن تمكنت القوات الإسرائيلية من دخول القسم الجنوبي منها والقسم الشرقي، وربما استطاعت أيضا من خلال مناورة الالتفاف تقريبا تحقيق نوع من الحصار على هذه البلدة، ولكن لم تسقط حتى الآن هذه البلدة نهائيا كليا، ولا تزال القوات الإسرائيلية تتعرض، هذه القوات بشكل متواصل، لاستهدافات المقاومة من صواريخ ومدفعية. وبكل الأحوال إذا ما سقطت لخيام فإن هذا التحدي سينتقل من تحدي التقدم والتوغل، من تحدي التقدم والتوغل إلى تحدي الثبات والاستقرار، وهنا سيبدأ عمل المقاومة بوجهها الآخر بالعمل عمل العصابات، حرب العصابات وحرب الجارية. أما بالنسبة للغرب فلا تزال حتى الآن القوات الإسرائيلية تحاول السيطرة على مرتفع البياضة، هي حتى الآن لم تحكم السيطرة على مرتفع البياضة، هناك اشتباكات على ما وردت المعلومات في محيط البياضة لجهة الشرق والشمال، شمال شرق المرتفع هذا، وإن كان بكل الأحوال قد سيسقط هذا المرتفع فسيكون أيضا أمام القوات الإسرائيلية تحديا كبيرا في تنظيف هذا الجيب الذي هم حتى الآن إن أسقطوا البياضة يكونوا قد حاصروه ولم يسقطوه، يعني هناك جيب ممتلئ بالغابات والأشجار والوديان والأودية، وأنا أتوقع مقاومة شرسة في داخله. شكرا. ضد القوات الإسرائيلية.